تطريز الحروف الأبجدية. يوفر البرنامج مجموعة متنوعة من الأجسام الفرعية المدمجة لتسهيل تحرير أنماط الحروف، ويوفر نمط الأبجدية معالجة الغرزة لتعبية الحروف، كما يوفر مجموعة متنوعة من الترتيبات الأبجدية كالخط الروماني والخط العريض والأسود الناعم وغيرها من الخطوط. كذلك يمكنك من ترتيب الحروف من خلال أنماط متعددة كالقوس والدائرة والخط العمودي أو المنحنى الحر. من ناحية التعبية الخاصة بالحروف، فالبرنامج يوفر لك خيارات كثيرة في تعبئة غرز الحروف.